الصغار السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. اليوم إن شاء الله لدينا النشيد، جميل، إذن بعنوان التوازن الغذائي، إذن من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. إذن جميل، إذن على بركة الله. إذن كيف كتشوفوا معايا هنا تلفات الصورة، هذا طفل صغير، إذن بجانبه أطعمة كلها مفيدة وصحية، سلطات، خضر، فواكه، إذن ماء. إذن في ماذا يفكر؟ إذن يقول أن يعني الدواء، يعني الأطعمة أحسن من الدواء. وفعلا فالأطعمة الصحية، إذا كنتوا كتاكلوا الأطعمة الصحية من فواكه وخضر وشربات وسلطات وماء وعصائر، فبالتالي فلن تحتاجوا إلى طبيعة الحال إلى الدواء، فستكون لديكم صحة جيدة ومناعة قوية، وبذلك لن تصابوا إن شاء الله بأمراض، وبذلك ستستغنون أو ستقومون بالاستغناء عن الأدوية. إذا فجميع الأدوية كاين في الطعام ديالنا، فقط حنا خصنا ناكلوا الأكل الصحي ونبتعد عن مثلا أكلات سريعة، كما قلنا الأكل ديال الشارع أو الماكلة ديال الزنقة، السقاطة، أو كذلك أيضا يعني الحلويات المضرة، إفراط في الحلويات، وكذلك أيضا في المشروبات التي ليست طبيعية. جميل، إذا من الأحسن باش نحافظوا على الصحة ديالنا أننا دائما يكون الغداء ديالنا متوازن، مكون من خضر وفواكه، شرب الماء بكمية كثيرة، عصائر، كذلك أيضا يعني الوجبات المفيدة للصحة، القطاري وغير ذلك. جميلة، خصوصا ونحن الآن في فترة يعني جد حرجة أحبتي الصغار، يعني فتفشي هذه الفيروسات يجب علينا أن نتصدى له بمناعة وبجسم قوي. كيف ذلك؟ أن نتناول الأغذية الطبيعية المطبوخة في المنزل من خضر، فواكه، قطاني، مثلا ثمور، مثلا الفواكه الجافة، يعني ونبتعد كل البعد عن المأكولات الصناعية، مثلا البيمويات، يعني ضامن وداكشي حيدوه، من احسن انكم تحيدوه من النظام الغذائي ديالكم باش تواجهوا هذه الجائحه هذه احسنتم. اذا فقط هذا فقط بين قوسين احبتي الصغار وكنصيحه لي منكم. جميل، اذا هنا عندنا كما كتشوفوا قصيده شعريه او نشيد، اذا بعنوان التوازن الغذائي، العنوان ديالها هو التوازن الغذائي. جميل، اذا نقراو القصيده ديالنا او النشيد احبتي الصغار، اذا على بركه الله. اذا توازن الغذاء خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، الثمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، والأصل في الأكل اعتدال دون امتلاء، إن الغذاء نعمة من خالق معطاء. إذا نعود للنشيد، إذا أطفال الصغار، توازن الغذاء خير من الدواء، بمعنى أن التوازن في الغذاء ديالنا يكون فيه الفواكه، الخضر، القطاني، خاصة هما العدس والفاصوليا، أي العدس واللوبيا والحمص، يعني وجلبانة، هادو هما القطاني. إذا توازن الغذاء يكون فيه جميع الأغذية الصحية، ما نقولش هذا ما كناكلوش ولا هذا خايب، لا بالعكس، راه من الأحسن أنك تاكل داك الشيء اللي هو طبيعي، وتكون عندك مناعة قوية وجسم قوي، أو لا أنك تاكل داك الشيء اللي يعني الخايب وتكون ديما مريض. إذا من الأحسن أننا ناكلو الأشياء الطبيعية. إذا خير من الدواء، إذا فتوازن الغذاء خير من الدواء، أحسن من أننا ناخذ الدواء، إذا ناكلو هذه الأشياء الطبيعية خير لنا من الدواء. جميل، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، بمعنى أحسن ماكلة هي الماكلة الطبيعية،
ماشي مصنعه، ماشي بحال مثلا لي بات، لي بات يعني المصنعه اللي كاينين في الباكيات وهذا الشيء بحال اندومو وداك الشيء، ولا مثلا البيمويات ولا بحال. المهم خصكم تاكلوا الاكل الطبيعي، الاكل ديال المنزل، الطبخ اللي كيطبخ لكم داخل المنازل ديالكم. حاولوا انكم ما تاكلوش في الزنقه، وما تاكلوش اي حاجه معلبه. شربوا الماء بكثرة، خذوا العصير الطبيعي ماشي العصير اللي كاين في المعلبات او في العلب، فهذاك راه ماشي عصير، فقط هذاك كما قلت لكم مشروب بنكهة الفواكه، نهائيا ليس بعصير ياك. وكذلك ايضا هنا عندنا فاكهة وخضرة وشربة من ماء، كما قلت لكم، اذا كما قلنا فاكهة وخضرة وشربة من ماء، يعني الفواكه جميع الفواكه جيدة، والخضر جميع الخضر جيدة، وشربة الماء يعني الإكثار من شرب الماء. وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، بمعنى صالح اللحوم يعني اللحوم يعني اللحوم اللي كناكلو ولكن تكون صحية ياك، ولا تكثروا منها فهي الإكثار منها فهي مضرة أحبتي الصغار، خصوصا أن اللحوم اللي كاين دابا راه ماشي هذوك اللي كاين قبل، يعني في قديم الزمان كانت اللحوم تسرح، كان الراعي يقوم ب يعني كيسرح الاغنام ديالو وكياكل الاعشاب الطبيعيه، اما الان فلم تعد الابقار وكذلك ايضا الاغنام تاكل الاعشاب الطبيعيه، فتاكل اشياء مصنعه، وبالتالي فاللحم ديالها كيكون يعني شويه مضر بالصحه. اذا من بحر ومن سماء، من البحر يعني الاسماك، فجميع الاسماك احبتي الصغار فهي صحيه لكم، خذوا ما شئتم من الاسماك، فقط المقلي لا، حاولوا انكم تاخذوه يعني يكون الطبخ ديالو طبخ طبيعي، مثلا يكون في طاجين او في الفرن، ولكن الاكل يعني يكون مقلي، فهو يعني كيفقد جميع المكونات المهمه او المكونات الغذائيه المهمه ديالو. جميل. وهنا عندنا والثمن فيه الحفظ من جوع ومن عناء، التمر، التمر مهم جدا لكم، عوض انكم احبتي الصغار تاخذوا معكم السقاطه للمدارس ديالكم او تاكلوها في ديوركم، من الاحسن انكم تشريو التمر، فهو مفيد جدا للذكاء، يعني العقل، فهو مفيد للذاكره، كذلك ايضا يعني ما كتعياوش نهائيا، يعني الا كنتو كتاكلوا التمر فهو يقوي الجسم. اذا جميل، اذا والاصل في الاكل اعتدال دون ما امتلائي، بمعنى ما خصناش ناكل اي حاجه، بحال مثلا تحط قدامنا شي حاجه بقاو ناكلو ناكلو ناكلو، لا، الاكل الكثير يضر بالصحه، اولا كيسبب لنا السمنه، يعني كنقولوا غلط بزاف، وهذا راه مضر بالصحه. اذا الاعتدال في الاكل، ناكل داكشي اللي غيفيدني وداكشي اللي غيحتاجه الجسم ديالي. جميل. اذا هنا عندنا ان الغذاء نعمه من خالقي معطائي، اذا فالغذاء راه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، اذا يجب الاعتدال والتوازن الغذائي، يعني ناكلوا الاشياء المفيده ولكن دون الاكثار، دون الاكثار احبتي الصغار. اذا نعاودوا نقراو النص باش هكا تفهموا مزيان. اذا التوازن الغذائي من خير من الدواء، خير من الدواء، وخيره ما كان من طبيعة الأشياء، فاكهة وخضرة وشربة من ماء، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء، والأصل في الأكل اعتدال دون ما امتلائي، إن الغذاء نعمة من خالق معطائي. جميل. إذا أحسنتم، إذا دابا غادي نمشيو لأسئلة الفهم. اذا هنا عندنا معجم مساعد، عندنا عناء هو التعب، اذا المعطاء كثير العطاء، يعني شخص معطاء فهو كثير العطاء، يعني بحال مثلا كنقولوا بقره معطاء، يعني كتعطي بزاف الحليب، يعني يعني فيها الحليب بزاف بحال هكا، او مثلا ارض معطاء، بحال مثلا ارض كتعطينا بزاف ديال يعني النباتات او الخضر او هكذا، فهي ارض معطاء. جميل. اذا دابا غادي نمشيو لي أقرأ وأفهم. أصل بين البيت والشريط المناسب، هنا البيت الثالث يتحدث عن، إذا نرجع البيت الثالث، عندنا فاكهة وخضرة وشربة من ماء، إذا يتحدث عن الفواكه والخضر، إذا غادي نديرو خط هنا. جميل، أحسنتم بالطريقة هذه. هنا عندنا البيت الرابع يتحدث عن، إذا هنا عندنا البيت الرابع، وصالح اللحوم من بحر ومن سماء، إذا يتحدث البيت الرابع عن اللحوم،
جميل. هنا البيت الخامس يتحدث، إذا هنا عندنا البيت الرابع البيت الخامس، والتمر فيه الحفظ من جوع ومن عناء. إذا يتحدث من طبيعة الحال عن التمر. أحسنتم. إذا أحبتي الصغار بهكا سالينا الحصة ديال اليوم، نتمنى أنه يعجبكم الشرح ديالي عفوا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.